ضربة ركنية لمصلحة نابولي. ماتيو بوليتانو واقف على التنفيذ. ماتيو بوليتانو يلعب الضربة الركنية. بوليتانو عالية المرة دي، وادي هدف أول، هدف أول من نصيب نابولي في ظل غفلة من الدفاع. أمير رحماني القائد يسجل الهدف الأول من دون أي عناء. نابولي يتقدم بالهدف الأول على الفيولا في ظل غفلة وغياب من دفاع الفيولا اللي توقف، ظن أن هناك خطأ، ولكن هدف أول في المباراة. شوف الكرة، أمير رحماني، أمير رحماني اللي قفز أعلى من كوارتا مارتينيز وبراسه على يسار بياترو تيراتشيانو اللي وقف مشاهدا لها. هدف أول لمصلحة نابولي، هدف بإمضاء أمير رحماني. 1-0 نابولي لا شيء فيورنتينا. يا كوارتا يا مارتينيز، 1-0 1-0 هدف بإمضاء أمير رحماني بالرأس. هو اللي ظبطها، لكن فيورنتينا يحاول ان هو يرجع للمباراة. يا كريستيانو يا براجي، وضربة حرة براجي. يا ولد يا ولد، قلت لك الزاوية الشمال مغرية، وكريستيانو براجي بلسم من كريستيانو براجي يضيف هدف التعادل لمصلحة فيورنتينا بالتخصص لعيب هاندبول يا عم ولا ايه؟ لعيب هاندبول ولا ايه؟ حطها وكانه حاططها بايده. وهنا لقطه للراحل الاسطوري والروعه، اعاده لهدف يا ولد يا ولد. محمد الحامد، محمد الحامد الله يخليك لو سامحني، عايز عبد الله اشكناني يكلمني تاني على الجون ده ويكلمني على براجي. على فكره اللي كان بيحط الحاجات دي بالتيبيكال اندريا بيرلو، اندريا بيرلو كان بيجيب الحاجات دي تيبيكال تيبيكال تيبيكال. لكن كريستيانو براجي من وهو رايح، والله قلت لك الزاويه الشمال مغريه، لكن ما توقعتش انه يحطها بالجمال وبالسلاسه وبالهدوء وبالحلاوه دي. امير رحماني اللي يرجع بالخطا، رجع بالخطا ماتسوكي. هنا تمرين بالانسولا يا ولد. فيورنتينو صحي، فيورنتينو صحي ورد علي بالانسولا وسجل ثالث اهدافه لفيورنتينا هذا الموسم. لكن ده هدف عالمي، امبالانسولا. وهنا والد امبالانسولا سعيد بالهدف، سعيد بالهدف. هنا بيشغلوا لك الشاب خالد امبالانسولا اللي بيسجل الهدف الثاني لفيورنتينا بطريقه رائعه. هدف روعه، هدف روعه. شوف هنا بقى الغلطه، شوف هنا الغلطه، شوف هنا دماغه. بوليتانو رجع بالخطا الى امبالانسولا. بص المراوغه، عدل عدل وركنها على اقصى الزاويه اليسرى. صعبه صعبه يا ميريت، صعبه صعبه يا ميريت. هدف روعه، هدف عالمي من امبالانسولا في دقيقتين. بالفيولا يقلبها على راس نابولي، قلبوها على راس نابولي. في كفاراتسخيليا هيعمل ايه؟ الزاويه اليمين برضه بتنادي، الزاويه اليمين برضه بتنادي، الزاويه اليمين بتنادي، بتنادي الزاويه اليمين. وكفاراتسخيليا يلبي نداها، كفاراتسخيليا يلبي نداها ويسجل هدف التعادل لنابولي. يوم الاهداف السينمائيه هنا في الارتيميو فرانكي. يا ولد يا كفاراتسخيليا، بقول لك الزاوية اليمين بتنادي، وبالفعل استجاب لها كفاراتسخيليا ويسجل 2-2 من نفس المرمى اللي سجل منه براجي، لكن المرة دي هدف سينمائي رائع. صعب عليك يا تيراتشيانو، يا ولد يا كفاراتسخيليا، بحل رائع بضربة حرة مباشرة يعيد نابولي في المباراة 2-2 2-2. هدف روعة من اخفيتشا كفاراتسخيليا. على ماتشات ليون كتير جدا عشان خاطر جونينيو والضربات الثابتة، لم أكن أتخيل أن يكون لي نصيب هنا في 2024 في مباراة فيها هدفين من ضربات ثابتة. الاثنين أحلى من بعض والاثنين أصعب من بعض. صعب تقول لي دي أصعب وصعب تقول لي دي أسهل. الاثنين أصعب من بعض والاثنين أحلى من بعض وأجمل من بعض.